عيال وبنات النادي تحديد الكل، ما حرحم أحد فيكم. يلا نبدأ. أنت معضل على عيني وعلى راسي، بس العضلات هذه ربي خلقها فيك، أنت بس اللي سويته كبرتها. ما هو موضوع يستحق الجعصة، جعصة بالمكاوي يعني التكبر يا أهل الرياض. أكيد كلكم عندكم في النادي الولد اللي قاعد يمشي وما حد يقدر يكلمه كذا، منافخ صدره، نافخ الباي، نافخ التراي، ما حد يقدر يهرجه، ولو كلمته يطالع فيك كذا انه انا معضل لا تكلمني. يا ابني اخر شيء راتبك 4000 ريال ولا 3000 ريال، اهدى اهدى، تكبر على شيء يستاهل، تعليم عالي، بزنس ناجح، حاجة تستاهل، بس تخيل كبر على عضلة نافخها بشوية بروتين وش اسمه هرمونات، الله العالم ايش ضارب، وجاي تتكبر على الناس. كل اللي في النادي معلمين، ها كابتن، ها كابتن التمرين غلط كابتن، تلاقي الباي عنده معوق اليمين اكثر من اليسار، اكبر من اليسار، كابتن سوي كده كابتن، كلهم مدربين، كل المعضلين مدربين. يا ابني انت ما دخلت الصالة الا السنة اللي فاتت، اهدى. الولد او البنت اللي داخل النادي جديد، يا بنتي ولا يا ولدي اتمرن زي الناس، لا تجي تستعرض نفسك وتستعرض الزمزمية اللي جايبها معاك ولازم البس فوق اديدس مع تحت اديدس. احسن الرياضيين لبسهم معفن، والله ما نلبس زي الناس، عادي تعالي، مو ما انت رايح زواج اختك ولا ما انت رايح زواج اخوك، البسه عادي جدا، انت جاي تتمرن، اهم شيء تتمرن صح. اذا ما معك مدرب جهز لك كلاسات اونلاين من اليوتيوب وطبق، تعال النادي عشان تتمرن مو عشان تتمنظر. الجدد اللي في النادي تعبتونا. الريحة والنظافة الشخصية، في بعض الدول تحط اشتراط تسجيل في النادي انك تحافظ على نظافتك الشخصية، ما نبغى نوصل للمرحلة هذه يا جماعة. واللي حيجي يقول لي مرض جلدي يروح يتعالج عند دكتور جلدية، واللي يقول لي هذا يتمرن اكيد بتطلع له ريحة، لا كذاب، ان شاء الله تتمرن 6 ساعات لو ما اخذ احتياطاتك وحاط ديودرنت ومزيل عرق ولوشن وبخاخ جسم ما حيطلع لك ريحة. يا جماعة النظافة الشخصية عيب، يعني انا مستحي اقول لكم كذا عيب. اخيرا وليس اخرا، رجع الدنابل ورجع البار ورجع اوزانك مكانها، يعني ما ينفع ادور وزن 7 احصله عند 25 ولا 55 ولا، حطه في مكانه. ما ينفع ادور وزن 25 ربع ساعة راح الوقت في التمرين، بتنكسر يدك لو رجعت اوزانك مكانها، شلت الوزن اتمرنت فيه رجعوا مكانه يا اخي، ذبحنا منكم. الواحد يتمرن ويسيب اوزانه في الارض، يتمرن ويسيب الدنابل في الارض، شغالين عندك احنا. حاجة اخيرة، احترم لبسك، انت دبة لا تلبس محزك، واذا حتى انت معضل لا تلبس محزك، احترم شورتاتك، الشورت معروف فوق الركبة، في عيال ما ادري عيال ولا استغفر الله يلبسوا هوت شورت، يا اخي احترم، اذا تلبس كت احترم باطك، الله يقرفك. فاحترام اللبس، لا تلبس ضيق، لا تلبس واسع مرة، لا تلبس هوت شورت. يلا تصبحوا على خير.